قدومياكم الجار كي حسب معارض كوطني اللي من عبد القادر اسماعيل شردي ورئيس جار سيني تلفيش كنستر ايام وحكه ويدي السبب تو هكيي سقال قد هولادي ودوان سو ساري حسب معارض كوطني سقوك هالين وحوري حوي ان قد مرة ما يسترها يذوق بيع وقبيه بدنا نكون شرط على سو ساري مركا مركا نوصلنا قدوميها يحقيها يهو جان كبا وعلى سلا قرت إلا أنت لا دم يسترايو إن أنا هول قرين هول قرين تبى لتشوتشي واحد يقول تقول سوي يرو ولا راح هول قرا مركا وعلى سلا قاتي ما دام أنا دم يستري إنه قبيب بدن كوتشت إلا قبيب طلع سعره إن أنا لهول قرين يقول تدي لما كا لما تشوتشين لما كلا درين وهاكينون مركا لا دم يسترو قبيب ذا كلا دوني كوتشتة أضيت هاي هوش سيد الله قيبين لها أضيت هاي قيبة كم غن مركا سمع له وقلني يا وما ها وح يعني لسوق بصدى ولا قمر ما يما والله فكرة بدن باكرة جودي ذن هندسية دوح بلعب ماي أفر شم بلوت كهر مركا فكرة ده كرة اللي هي ما كده جودي داسي ما هدي حس بيجي وبرنامج اللي كتاي أولها نلوق مقعبي وهولها برنامج وكيا له مركا إن له وقلني وتدكي ده مسؤولين تحس بيجي ما ها هو جانكو كلين ده حس بيجي للدادجيو هوس لو دادجيو له وقلني أنا بروح بدن تاعي مرحلة دنا ولا يجي دونا، وين مكوا حنوصل صعدا، هوش أقوى نصعد، توه مكوا حوي أولاه، مركا تي أولاه هنا سوقيسة، أو جودية دي أو ديو جوبلايسن أو ديو جاميسن الله سميهيو، مركا ولسلي يجي دونا، هنا مناسب تهاي، هنا أنا مناسب هاي. تنك كلا قدومي هاكم الجار كي حسب جودني وح وحكة ويدي سامنتا، حسب جود كوي يلن كرتو، إن قدومي هاي كحجان كقولها ساك سو شدن، حسب محافظ ككل مية، اللي بن عبد القادر إسماعيل شردي، وهو يلن بدن كسو شري، اللي بن ماذا قولها وكلا ده الصومالي لان، وح وست هلي تصالة وعجير تاسي، سقوط المامين هربوا هم بليين، قدومي كحجان ككوبا ده قولها سأحمد ياسين شيخ على يان لا، السقاري ما هني فافين كبحين ينوحوري. والله هرتدي وحوي وحفلة يا دي مدة بدن بقوله شو ولا سوى يا ركي هجان تلحس بسوقاته مش قينه طلع هجان إنه تلحس بسوقاته معه أنا وحدي هجان كمان كمدها مربع هذا هجان كان نقطه حلي بعنا دي حساسة ولا حبلت ما هو جامين كرت حلي بعنا ده أديكوا حزب يعجبه جامين هاي وحزب يعجبه من كل صوت الشناي وعد جاره بينك ثلاثة كسوق هذا نيت ترى ملك اللي جاك سودي بيقوله كلهم كمان كتير وأنا نكبل لنا باش أنا يمك هذا وعلى بيو تمن سنة ضد بو دي حلك سو هاي وأنا نجرنا هي وحنا وأنا فهم سين سو نودي نغلا في اللبان قدومي وقوله هردنا مركا أحمد شغال عيالنا نحن كلنا تلي لنا يمك سو هذا اللي لقى شيء شيء جي هنا نكمل من حسب يمك بدو حسب يقول شغين شري يمك اللبان ندو يهو جامي ويا وينه جامي تحسب كسر نغلا في اللبان ندو على ندو وبنو ويا ربو dalbiyo toban kaas noo bicho golahan dhaxwa baashiroon ka filaynaa noo ugu dambeyntii gudoomiye Cabdi Qadir Ismaaciil Shirde waxa uu fariin u diray baaqna badeeda dadka deegaanada buu hoole iyo elfeen isagoo ugu baaqay inay ilaaliyo nabadgelyada isagoo arrimahan ka hadlayna wuxuu yiri waa ayaan daro waa aad iyo aad iyo wax laga murugoodo weeye dadkii abaaraha ka soo doogay ee wali diifti iyo dhibaatooyin hayso ee maanta uu ilaahay inay salka dhigaan maanta uu in haddana dib subarakciyaano dib isulaayaano aanu isku dilaan waa wax laga xumaado ilaahay waxaan uga baryaynaa fadliga ciid aad waxaan in ilaahay qalbigooda soo dhaweeyo waa dad aan kala tageyn waa dad isdhalay waa dad ilaahay meelkooda abuuray marka inay islaab xadhaan oo ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu waafajiyo dariiqa toosan ismaan ahmed ismaan star tv hargeysa